بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض دلوقتي عجينة السلة. نص كيلو زبدة. المكونات بتاعتها كالآتي: نص كيلو زبدة، 750 جرام دقيق عادي، ربع كيلو سكر بودرة، بطيخ. هنعجنها مع بعض دلوقتي ونوريها لكم. نحط الزبدة مع السكر البودرة، نضربها حاجات بسيطة كده. هنعملها على عجينة دلوقتي عشان الست تثبت إن شاء الله تعملها إيه معانا. واللي عنده مكنه ممكن يعجنها في المكنه على طول. نعجن الزبده والسكر مع بعض. طبعا البيض ما ننساش الفانيليا على البيض. نقول المكونات تاني: نص زبده، ربع سكر بودره، 750 جرام دقيق عادي، وبطين. انتوا شايفين اهو لو هنعملها في ساعتها، لو هنعمل عجينة السردين في ساعتها ما نضربش الزبدة والسكر مع بعض جامد، يعني لو هنبيتها نضربه جامد. هننزل بالبيض مع بعد كده. لو انتوا شايفين كده واخر مرحلة ان شاء الله دقيق ونص بودرة، دقيق ونص بودرة. هننزل بالكيلو الا ربع دقيق. عجينة السبان ان شاء الله نعملها طارت. هنعمل الطارت ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله، وهنوريه لكم تفنيش ومع تفنيش والطارت هنوريه لكم مع بعض. نخلي الزبده والسكر كريمي لو هنبيت العجينه تاني يوم، انما لو نشتغلها في ساعتها ما نخليهاش كريمي على طول، ممكن ننزل ورا بعض على طول كده. خلاص العجينه جاهزه اهي، خلاص بدات تخلص اهي. خلاص العجينة جاهزة هتشتغل بقى على طول. زي ما انتم شايفين العجينة خلاص اهي، نحطها في الفرن بتاعتها دلوقتي وندخلها الفرن ونوريها. نحطها مع بعض دلوقتي ونوريها. دلوقتي هنفرد بقى واحدة مع بعض ونوريها لكم. هنحط بقى شوية دقيق في الفرن زي ما انتم شايفين كده. هنجيب حتة صغيرة زي كده ونفردها في قلبها. عجينة السردين فيها مننا حاجات كتير ممكن نعملها. هنفرد لو عندنا قطاعات، هنفرد العجينة بمردانة، هنفردها حلو. بعد كده هنجيب الفرن بتاعتنا، القطاعات بتاعتنا نقطعها مثلا على شكل قلب، على شكل الأشكال اللي عندنا يعني، ونسويها برضو. بعد كده ايه، نغطسها في شوكولاتة سمراء أو بيضة. بعد كده بعد ما نغطسها إن شاء الله نحط عليها ايه، بندقية، لوزاية، واحدة عين جمل، تبقى جميلة جدا برضو. نعملها في رمضان إن شاء الله، أوريها لكم في رمضان إن شاء الله. فردنا واحدة مع بعض، نفرد التانية. شوية دي زي ما انتم شايفين اهو. هندخلها الفرن مع بعض برضو، بس الفينش هيبقى الفيديو الجاي ان شاء الله. هتستوي وتخلص وبعد كده ايه، نفنشها. في ناس بتفرد بالمردانة على طول، ما تفردش زي ما بنفرد كده، بس ايه كده اسهل يعني لستات البيوت. انما الشيفات بيفردوا على طول بالمردان. شايفين اهو. اهو فردت اهي. بعد كده نجيب شوكه زي ما انتم شايفين كده، نفرمها من النص.
هنخرم كل الفرن زي ما انتم شايفين كده وندخلها بقى الفرن. وبعد ما الفطار طلع من الفرن اهو زي ما انتم شايفين بعد ما اتسوى زي ما انتم شايفين اهو الارضيه بتاعت عينا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش دعمونا بلايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.